استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي والسياسات الزراعية لموسم 2023-2024. وأشار وزير الزراعة إلى أن المساحة المزروعة خلال الموسم الزراعي 2022-2023 بلغت 9.8 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة، موضحا أن معدل التكثيف الزراعي بلغ 180%.